صباح الخير مشاهدي متبعي شوف تيفي. مصلى للإفريقيا بدات الناس تتوافد على مصلى باش يأديو صلاة العيد. هذا المكان المخصص للنساء. توافد عدد كبير من المصلين من نواحي سباتة حمولة رشيد، يعني كي اللي غيجي بالسيارة والناس اللي قراب من المنطقة راه غادي يجيو لاجليهم. مشاهدينا الكرام، الناس بدات تجي لحي افريقيا، بالضبط مكان مصلى في يصلوا صلاة العيد. كما تلاحظوا الناس من جميع الأماكن جميع الأحياء اتجاه ديالهم المصلى. يعني هاد الساحة غادي تمتلئ عن كاملها إن شاء الله بالمصلين صلاة العيد. فضل لحظات كيتم تجريب سبعة سبعة ونص ثمانية كلهم صلوا معاش دير الوقت. علينا ولك اخويا الله يحفظك باش ما تمنيتي. يعني كيتم تجريب مكبرات الصوت المكان اللي في اليسار خاص بالنساء.
يعني مكان مصلى افريقيا بدا بالامتلاء شيئا ما. إذا مشاهدينا الكرام إلى هنا ينتهي هذا البث، وإلى اللقاء إلى بث آخر ومكان صلاة آخر.